الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى. الكرملين ينفي تورط روسيا في هجوم على السكك الحديدية في كراماتورسك الأوكرانية. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يتعهد بإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن. 9 مساء في القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي حرص على الاطمئنان من العاملين في المواقع المختلفة على سير العمل، وكذلك الاستماع لآرائهم، مهانئا إياهم بمناسبة شهر رمضان المعظم. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس حرص على الاطمئنان من العاملين في المواقع المختلفة على سير العمل، وكذا الاستماع لآرائهم، مهنئا سيادته إياهم بمناسبة شهر رمضان المعظم. وذكر المتحدث الرسمي أن جولة السيد الرئيس تضمنت تفقد سير العمل بمحور جيهان السادات الرابط بين مناطق وسط البلد وميدان رمسيس حتى طريق الأوتوستراد، فضلا عن أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي الذي يربط بين جنوب القاهرة في منطقة المعادي وحتى حي الأسمرات. بناء على تعليمات سيادتك يا فندم، تم الانتهاء وتشغيل محور حسب الله الكفراوي بطول 9 كيلومتر وبعرض من 4 ل 8 حاره مروريه. المحور ده يا فندم بيبدا من صناديق القمر الصناعي عند الشارع اللاسلكي وبينتهي عند التقاطع مع محور الدكتور سميره موسى ونفق الاسمرات. المحور ده يا فندم بياخد القادم من مناطق جنوب القاهره والقادم من حلوان وطريق صعيد الحر، وبيقدر ان هو ينقله لمناطق القاهره الجديده ومن العاصمه الاداريه عن طريق عده محاور. محور الدكتور سميره موسى، محور اللواء عمر سليمان، وبرضه يا فندم المحور ده بيقدر ينقل القادم من الجنوب لمناطق شرق القاهرة ومنها إلى طريق السويس وصولا إلى مطار القاهرة الدولي ومرورا بمدينة الأمل ومدينة نصر عن طريق محور شينزو آبي. وبيقدر يا فندم ياخد القادم من الجنوب وينقله مناطق شمال القاهرة وغرب القاهرة ومنها إلى الجيزة عن طريق امتداد محور المشير ومحور جيهان السادات. طبقا لتعليمات سيادتك يا فندم، تم البدء في تشغيل المرحلة الثالثة من محور جيهان السادات اللي بتنفذه وزارة الإسكان متمثلة في الجهاز المركزي للتعمير. المحور ده يا فندم بيبدا من تقاطع مع شارع لطفي السيد عند منطقه نفق ابو حشيش. بكده يا فندم نقدر نقول ان احنا قدرنا نعمل تعدد وتنوع في المحاور للانتقال لمناطق القاهره المختلفه بدون استخدام شبكه الطرق القائمه وخاصه الطريق الدائري وطريق الاوتوستراد. بكده يا فندم قدرنا ان احنا نقلل زمن الرحلات، وبالتالي قدرنا ان احنا نرشد في استخدام المحروقات والوقود بانواعه. احنا قلنا نفتح الكوبري بتاع المعادي المره اللي فاتت. ايوه يا فندم، هو مفتوح تمام. المحور نفسه يا فندم تمام. احنا دلوقتي يا فندم هنبدا في المنطقه المحيطه بالمحور ده. تطوير الطرق المحيطه يا فندم بمحور حسب الله الكفراوي عباره عن طرق قائمه هيتم توسيعتها فندم ورفع كفائتها باجمالي اطوال 18.5 كيلومتر وبعرض من 5 الى 8 حره مروريه لكل اتجاه. الطرق انشاء جديده فندم هتبقى باجمالي اطوال 6 كيلومتر وبعرض من 5 الى 8 حره مروريه لكل اتجاه. اهم طريق يا فندم في الطرق المحيطه بمحور حسب الله الكفراوي هو شارع الخمسين فندم، بيبدا من القاهره الجديده وطريق العين السخنه القديم مرورا اسفل طريق العين السخنه الجديد عن طريق نفق القطاميه. النفق ده فندم حاليا اتجاه واحد، ان شاء الله هيبقى اتجاهين بعرض 5 حره مروريه لكل اتجاه. والشارع ده فندم هيوصل الى تقاطع محور حسب الله الكفراوي مع الاوتوستراد وصولا الى شارع اللاسلكي. وبكده فندم نقدر نقول ان احنا خلقنا محور موازي جنوب الطريق الدائري في المسافه من طريق الاوتوستراد مرورا بزهراء المعادي الى القاهره الجديده ومنها الى العاصمه الاداريه الجديده. وبيتم برضه فندم حاليا انشاء محاور موازيه شمال الطريق الدائري زي محور الدكتور ياسر رزق ومحور الدكتوره سميره موسى.
ايوه امير سيادتك فندم. شكري ده اللي هيربط المقطم لصلاح سالم مش كده؟ تمام يا فندم مش كده؟ تمام مش كده؟ شكري حاجه تاني؟ تمام كده صار طيبين صار طيبين. إلى جانب المراحل النهائية من محور الدكتورة سميرة موسى الرابط بين حي الأسمرات ومناطق شرق القاهرة والقاهرة الجديدة. شرفنا هنا فندم في محور دكتورة سميرة موسى اللي بيبدأ من شارع جمال محمد علي في منطقة زهراء مدينة نصر ويتجه جنوبا في أرض المعسكر ثم بيعبر طريق المشير طنطاوي كوبري علوي ثم جنوبا وبيعبر محور الدكتور اللواء عمر سليمان كوبري علوي ثم بيتجه موازيا للطريق الدائري يعبر محور محمد علي فهمي كوبري علوي ستة شرفتنا منه دلوقتي ثم محور الشهيد ثم ينتهي عن محور حسب الله الكفراوي. محور ده طول 11 كيلو متر خمسة حارة مرورية في كل اتجاه. المحور ده فندم هيوصلنا لمحور مرور جديد سيادتك صدقت على بدء العمل فيه هو محور الدكتور ياسر رزق. محور الدكتور يا فندم ياسر رزق يا فندم بطول 7 كيلومتر 5 حارة مرورية كل اتجاه بيبدأ من تقاطع مع محور حسب الله الكفراوي ومحور الدكتور سميرة موسى ثم بيتجه غربا موازيا لكورنيش المقطم والطريق الدائري حتى التقائه بنهاية شارع 9 نزولا حتى طريق صلاح سالم. سيادتك برضه يا فندم صدقت على ربط محور الدكتور صلاح الشاذلي في متحف الحضارات محور الدكتور ياسر رزق بحيث يا فندم يبقى جبنا الحركه المروريه من مناطق كورنيش النيل والقاهره القديمه وربطناها بمحور ياسر رزق ثم بنتجه يا فندم شرقا جبنا من الغرب للشرق بالظبط كده يا فندم. وده اول مره تشتغلوا على المقطم في المنطقه الجبليه دي بالظبط يا فندم وهتربطوا المقطم من فوق مش كده برضه؟ كده ستك صدقت برضه يا فندم على تطوير كورنيش المقطم معانا فبذلك هيبقى ربطنا الكورنيش بمحور الدكتور ياسر رزق ونقل الحركه المروريه كلها من مناطق كورنيش النيل ثم وسط القاهره فشرق القاهره فحتى القاهره الجديده فندم. احنا هنخلص الجزء الرابط ما بين الدكتور صلاح الشاذلي تمام وياسر رزق يا فندم بندقق الدراسه النتيجه لطبيعه المنطقه الجبليه يا فندم ونقل العرض للسبب. طيب كنت انا قلت تدرسوا حاجه كده جوه المقطم فوق نفسه بالظبط يا فندم اللي هو محور موازي تاني للمحور شارع 9 ست الكبار الصدات ندرس بنبدأ ندرس برضو ربط اللي هو محور ياسر رزق ان احنا نوصل لحد بيه لحد جهان الستات وجاري دراسة احنا صحيح لو عملنا كده هنخفف على صلاح سالم خالص بالظبط يبقى اي حد جاي من القلعة وجاي من السيدة عيشة والكلام ده يبقى الموضوع بالنسبة له سهل خالص تمام شرق وغرب يعني تمام فمحور سميرة موسى فندم اتعمل عليه اربع اعمال صناعية اولها فندم تقاطع اربع كباري اربع كباري تمام الكوبري الاول يا فندم تقاطع محور الشهيد وده تم بنسبه 100% يا فندم وتم تشغيله للمروه يا فندم. ثاني كوبري يا فندم هو كوبري تقاطع المحور مع محور المشير محمد علي فهمي وكان في الاول يا فندم كان هو اتجاه واحد بس يا فندم فرده واحده بلوبه واحده وسيادتك صدقت ان احنا نحرر له جميع حركاته المروريه وبالفعل يا فندم الحمد لله يا فندم عملنا عمليه توسعه وحقق له جميع الحركات المروريه يا فندم وصل لاطواله الاجمالي 2 كيلو تقريبا ان شاء الله يا فندم ده يعني قبل نهايه الشهر هيكون داخل التشغيل باذن الله. ثم يا فندم مرورا يا فندم بكوبري تقاطع المحور سميره موسى مع محور اللواء عمر سليمان اللي هو قدام سيادتك ده يا فندم احنا بالفعل بدانا نرفع اعمال الكمر بتاعته وان شاء الله يا فندم ضاغطين بحيث ان قبل برضو بنهايه قبل نهايه الشهر يكون داخل يعني على العيد باذن الله يا فندم ان شاء الله. يبقى يا فندم اهم كوبري على المحور يا فندم واكبر كوبري هو كوبري تقاطع محور سميره موسى مع محور المشير طنطاوي. الكوبري ده يا فندم ليه طريقه خاصه لانه بيعلو خط المونوريل اللي ماشي بالمشير وده خلاني ما اقدرش اعمل محور او اكس في النص يشيل الكوبري فاضطريت انفذ باكيه معدنيه بطول 72 متر وتعتبر يا فندم من اطول الباكيات اللي احنا بننفذها بالاضافه يا فندم ان انا عليت بارتفاع الكوبري لوصلت الارتفاع 25 متر يا فندم على محور المشير عشان احقق الارتفاع الامن لاعلى المنوريه يا فندم. وبالفعل الحمد لله يا فندم احنا بننفذ الاعمال يعني يا فندم بامان جايبين شده معدنيه مخصوصه ده يا فندم ان شاء الله هيخش معانا بنهايه شهر 5 يا فندم 30/5 خطته الزمنيه نظرا لطبيعته يا فندم بس باذن الله احنا بننسق حاليا مع الاداره العامه لمرور القاهره عشان ابتدي اعمل التحويلات المروريه عشان خلال 10 ايام النهارده هبدا اورد الكمر المعدني اللي اعلى المونوريل وابتدي ان شاء الله يا فندم ارفعه تباعا. طب انت خليني بس هنا ارجع عند الكوبري لان ده هيربط الشمال بالجنوب بشكل كبير قوي. تمام انتوا هنا لو انا النهارده جاي من يعني من شارع جمال محمد علي وعايز اخش على محور المشير اخش ازاي؟ احنا يا فندم عاملين صواني بتحقق دواري الدوران بحيث ان انا اقدر يا فندم الف وارجع
واخد يعني اخد دوائر الدوران يا فندم من الصواني اللي على المحور يا فندم. وانت عامل نفس الكلام هنا وعامل صواني يا فندم على مسار المحور بالكامل، اقدر يا فندم اخد الطرق الايه العرضيه اللي بالكامل دي كلها يا فندم. طب انتوا من خلال تواجدكم هنا برضو كلام السؤال اللي انا دايما بساله، تمام يا فندم، في حاجه شايفينها ممكن نعملها و احنا يا فندم تقترحوها استكمالا يا فندم اللي سيادتك بتوجه دي يا فندم، ان احنا برضو طورنا الطريق مثلا زي مشير محمد علي فهمي ووسعناه لكل الطرق اللي بندخل فيها بنوسعها لخمس حرام مروريه زي ما سيادتك امرت، فبحيث كل الطرق اللي احنا بنشتغل يمينها وشمالها بنوسع اللي موجود لخمس حرام مروريه. ما احنا اتفقنا على حته الكتله دي كلها بالكامل ان احنا هنعمل فيها كده، تمام يا فندم، لكن احنا بنتكلم وانتوا ده كل ده متخطط، تمام يا فندم، انا بتكلم تخطيط جديد، تمام فعلا يا فندم. طبقا برضه توجيه سيادتك في النقطه ديت، احنا جينا يا فندم في المنطقه بتاعت عوام سيادتك لما سيادتك امرت بالربط محور حسب الله الكفراوي يا فندم ومنطقه الاسمرات بمنطقه المقطم والربط المنطقه دي كلها بمناطق شرق القاهره يا فندم، احنا عملنا بجاري تنفيذ سيادتك صدقت الكوبري حاليا يا فندم بدانا لسه بادئين فيه دلوقتي اللي بيربط يا فندم محور اللي هو عمر سليمان ويعبر صنية المقطم يا فندم عند شارع 9 بالمقطم عشان يربط بمنطقه حسب الله الكفراوي. الكوبري ده يا فندم هيحرر فعلا الزحمه اللي كانت بتحصل عند منطقه المقطم، ودي نقطه يا فندم سيادتك كنت امرت بيها نتيجه يعني دراسه المنطقه. برضو لو في اي حاجه تاني، تمام، اول باول كده وانتم موجودين في المنطقه ابعتوا المقترح للهندسه هم يعملوا. متشكرين، كل سنه وانتم طيبين. عايزين تقول حاجه تاني؟ متشكرين، شكرا جزيلا. التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي بعدد من مقاتلي قوات الصاعقة، وذلك في إطار خطة اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لمختلف الأفرع والتشكيلات والوحدات. ونقل القائد العام للقوات المسلحة تهنئة الرئيس السيسي لرجال الصاعقة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، مثمنا جهود قوات الصاعقة وتضحياتهم من أجل رفعة الوطن. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من مقاتلي قوات الصاعقة، وذلك في إطار خطة اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة بمختلف الأفرع والتشكيلات والوحدات. بدأ اللقاء بكلمة لواء أركان حرب أحمد رشاد دنيا قائد قوات الصاعقة، أكد خلالها أن رجال الصاعقة يعملون بكل عزيمة وإصرار للحفاظ على مقدرات الوطن، مشيرا إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لقوات الصاعقة لتؤدي مهامها بكفاءة واقتدار ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة. ونقل القائد العام للقوات المسلحة تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال الصاعقة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، مثمنا جهود قوات الصاعقة وتضحياتهم من أجل رفعة الوطن. وأشار إلى أن القوات المسلحة مستمرة في تنفيذ مهامها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة بالتزامن مع المساهمة في خطة التنمية الشاملة وبالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة للنهوض بالوطن في شتى المجالات، مطالبا رجال الصاعقة بالحفاظ على روحهم المعنوية العالية والاهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة دوما في أعلى درجات الاستعداد القتالي لصون مقدسات الوطن. وأدار القائد العام حوارا مع مقاتلي قوات الصاعقة تناول خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة وتأثيرها على أمن مصر القومي، كما استمع لآرائهم واستفساراتهم في مختلف المجالات. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة. غادرت بعثة عمرة شهر رمضان المعظم التابعة للقوات المسلحة إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة. ضمت البعثة عددا من القادة والضباط وضباط الصف والمتقاعدين والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأسرهم، وذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة في تقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية لأبنائها. إلى الأراضي المقدسة، إلى بيت الله الحرام، إلى مسجد رسوله الحبيب صلى الله عليه وسلم. غادرت بعثة عمرة شهر رمضان المعظم التابعة للقوات المسلحة المصرية إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، والتي ضمت عدداً من القادة والضباط وضباط الصف والمتقاعدين والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأسرهم، وذلك استمراراً
لجهود القوات المسلحة في تقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية لأبنائها، حيث قامت إدارة الشؤون المعنوية بالإعداد والتجهيز الجيد لبعثة العمرة، بدءا من تسيير إجراءات السفر والإقامة والتنقلات والإعاشة اليومية بالأراضي المقدسة، وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للتيسير على ضيوف الرحمن. من جانبهم عبر المعتمرون عن فرحتهم العارمة وشكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة لما تقدمه لأبنائها من دعم متواصل، داعين الله عز وجل أن يرزقهم القبول. احنا يا فندم بنشكر القوات المسلحة على ما قدمته لأبنائها من ضباط الصف وجنود العاملين المدنيين، وربنا يا رب يتجلى عمره مقبولة بإذن الله. عشان منظمين كل الإجراءات كانت سهلة والحمد لله، وطبعا بنشكر القوات المسلحة وخصوصا الشؤون المعنوية اللي ساعدتنا ان احنا نطلع الرحلة دي. أشكر القوات المسلحة على اهتمامها بأبنائها من الضباط والعاملين وعائلاتهم وأسرهم. احنا طلعنا مرتين قبل كده والحمد لله المرة دي أفضل من كل مرة، التنسيق كويس والمقابلة كويسة، وربنا يتقبل العمرة منا ومنكم يا رب. نشكر القائمين عليه أيا كان، الشركات أو إدارة الشؤون المعنوية، الزملاء الأعزاء الإداريين، حاجة محترمة. طبعا ما فيش أعظم وأحسن اللي احنا نروح عند رسول الله وندعي لرئيس الجمهورية ربنا يسرها معاه ويحفظ مصر. سعيد وفخور ان انا زي ما قلت بنتمي للقوات المسلحة من اللي انا شايفه والاجراءات الميسرة اللي انا شفتها. من اول لحظة فكرنا نقدم فيها ولقينا تسهيلات من كل جانب من كل فرد في إدارة الشؤون المعنوية، بتوجه بجزيل الشكر لكل رجال القوات المسلحة الاول والإدارة الشؤون المعنوية بالذات اللي ساهمت في تحقيق رغبة كنت بحلم بيها من سنين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تحت رعاية رئيس عبد الفتاح السيسي تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد لتوفير كافة أنواع السلع بأسعار مخفضة، تصل التخفيضات إلى 60% إلى في أفرع كبرى السلاسل التجارية المشاركة في المبادرة والمنافذ والشوادر وقفاوف السيارات وكذلك منافذ أمان. تتسم المنتجات المعروضة في مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية بجودة عالية برغم انخفاض أسعارها، فالكيانات الصناعية الكبرى والشركات التجارية المتخصصة المشاركة في المبادرة بتنسيق مع وزارة الداخلية تطرحها في المنافذ بخاصة والسلاسل التجارية بهامش ربح بسيط، انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية في ظل هذه الظروف والمتغيرات الدولية التي تحتاج إلى تكاتف الجهود للتخفيف عن كاهل المواطنين. عدد منافذ التوزيع اللي تم اشتراك فيها تخطت أكثر من 1000 منفذ على مستوى الجمهورية، بخلاف سيارات مبادرة كلنا واحد والشوادر اللي هي بتلف ربوع جمهورية مصر العربية. بنسعى جاهدين دائما ان احنا نقدم أفضل جودة وأقل سعر للمواطن. هنا تبدأ مراحل تجميع وتغليف المنتجات المشاركة في مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، حرص كبير على الجودة والمواصفات من قبل المشاركين، مع تأكيد على انخفاض أسعارها بنسب تصل إلى 60% في إطار المبادرة. احنا بنورد السلع كلها للسلاسل والمنافذ البيع كلها بسعر التكلفة، داعمين المبادرة، داعمين المواطن المصري. كبار الموردين بما يملكون من مخزون استراتيجي من السلع الأساسية تكفي لشهور طويلة، وفقا لما أكدوه من أكبر الداعمين لمنافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية، فتحوا هذه المخازن لتلبية احتياجات المنافذ بشكل كبير لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية، فالمنافذ الثابتة والمتحركة لمنظومة أمان منتشرة على مستوى الجمهورية، وهو ما يتيح استفادة أعداد كبيرة من المواطنين من هذه السلع التي تتسم بالجودة وبانخفاض أسعارها.
احنا مشتركين ب 21 فرع على مستوى 3 محافظات القاهره والجيزه والقليوبيه، وعاملين 5 شوادر خارجيه بحيث ان احنا نقدر نوفر السلع للمواطن في اي مكان هيروح. وكمان في خصومات بتصل من 30 لغايه 60% الحمد لله، والسلع متوفره والجوده كويسه جدا. تصل المنتجات المشاركة في المبادرة من المصانع والموردين غير محملة بأرباح كبيرة، وتكون ذات جودة عالية، ما يشجع المواطنين على الشراء وتلبية احتياجاتهم وبأي كمية، فهناك وفرة في المعروض وانخفاض في السعر. الأسعار بالنسبة للمواد الغذائية بيوصل خصومات فيها 30 و40 و50%، جميع السلع الاستراتيجية موجودة بأطنان في جميع شوادر المبادرة. هنا أنا لقيت المبادرة الحمد لله خفضت لنا تخفيض كبير، يعني أول مرة أشوف الحاجة دي رخيصة كده. الأسعار تختلف طبعاً عن الأسعار اللي برا، لأن هنا في فرق جامد ما بين برا الغلاء اللي التجار ماشية بيه. منذ اللحظة الأولى لانطلاق مبادرة كلنا واحد كان تكاتف المنتجين والموردين والموزعين لتوفير السلع بأسعار مخفضة وجودة عالية من منطلق وطني داعم لجهود الدولة في هذا المجال، فالكل واحد لرفع العبء عن المواطنين. تسهم الكيانات الصناعية الكبرى والشركات التجارية المتخصصة بمنتجاتها ذات الجودة العالية في مبادرة كلنا واحد من خلال إمداد السرادقات والشوادر والمنافذ وكذلك السلاسل التجارية بتلك المنتجات وبأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيض فيها إلى 60%، ما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين بأقل تكلفة ممكنة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الوزارة في هذا الإطار من ضبط 151 قضية تموينية بمضبوطات أكثر من 291 طن مواد غذائية وغير غذائية، وذلك خلال 24 ساعة. كما تم ضبط قرابة 58 طن سلع غذائية وغير غذائية مختلفة في مجال حجب السلع الاستراتيجية. كما تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط أكثر من 81 طنا في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية، بالإضافة إلى ضبط أكثر من 76 طن سلع غذائية في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة. كما ضبطت الوزارة أكثر من 65 طن أسمنت في مجال حجب مواد البناء. وفيما يتعلق بالخبز، تمكنت وزارة الداخلية من ضبط 366 قضية، من بينها 50 قضية لخبز ناقص الوزن و67 قضية خبز غير مطابق للمواصفات بمضبوطات بلغت أكثر من 76 طن دقيق في مجال قضايا المخابز. نجحت السفارة المصرية في موسكو بالتنسيق مع الجهات الروسية في إنهاء أزمة البحارة المصريين العالقين على متن إحدى السفن التجارية بميناء خيرسون الأوكرانية. وتم إجلاء 11 بحارا مصريا وجاري ترتيب عودتهم إلى الأراضي المصرية، وكان قد تم اتخاذ تدابير خاصة للحفاظ على أمنهم وسط الظروف الصعبة هناك. نفى الكرملين تورط روسيا في قصف محطة السكك الحديدية في مدينة كراماتورسك الأوكرانية، وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن طراز الصاروخين اللذين استخدما في الهجوم لا يستخدمه سوى الجيش الأوكراني. كانت كييف قد أعلنت أن أكثر من 50 شخصا قتلوا وأصيب ما يصل إلى 100 في هجوم صاروخي على محطة للقطارات في شرق أوكرانيا، وأوضحت أن الضحايا من المدنيين الذين كانوا يحاولون مغادرة المدينة إلى مناطق أكثر أمنا في البلاد. أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعزيز المساعدة العسكرية البريطانية لأوكرانيا عبر إرسال صواريخ إضافية مضادة للدروع والطائرات بعد الهجوم على محطة كراماتورسك. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز.
رب صلب أمن قارتنا، لكن طموحه لتقسيمنا قد فشل ذريعا. على العكس من ذلك فهو نجح في توحيد أوروبا وكذلك التحالف عبر الأطلسي دعما لأوكرانيا وكذلك لإظهار تضامن قوي فيما بيننا. بوتين قد لاحظ عزز تركيزنا وكذلك أجبر أوروبا لتبدأ في إعادة تسليح نفسها معا لضمان أمننا المشترك. ندعو روسيا مرة أخرى للموافقة أخيرا على وقف لإطلاق النار وسحب قواتها، ونحن بحاجة ماسة للسماح للوصول الإنساني وكذلك ممرات آمنة لأولئك الراغبين في المغادرة، ولا يجب أن نرى أي أعمال عسكرية وقصف أيضا للاجئين مرارا وتكرارا. هذه الحرب يجب أن تتوقف فورا. تبنى الاتحاد الأوروبي رسميا خامس حزمة من العقوبات على روسيا شملت حظر واردات الفحم والخشب والكيماويات ومنتجات أخرى. وتمنع الإجراءات أيضا الكثير من السفن والشاحنات الروسية من دخول الاتحاد الأوروبي. وأعلنت المفوضية الأوروبية أن دول الاتحاد جمدت حتى الآن ما لا يقل عن 29.5 مليار يورو من الأصول الروسية والبيلاروسية في إطار العقوبات المفروضة على خلفية العمليات العسكرية في أوكرانيا. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 8 أشخاص و30 كيانا روسيا بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وذكرت الوزارة أن العقوبات فرضت على عدد من المؤسسات الروسية العاملة في مجال بناء السفن، وأيضا ضد مكاتب التصميم والمصانع الخاصة ببناء السفن والمعدات البحرية. وحددت الخزانة الأمريكية 7 مايو المقبل موعدا لإتمام الصفقات والتعاملات مع شركة روس الروسية التي تم فرض عقوبات عليها في وقت سابق. وإلى اليمن، حيث أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي على الالتزام التام بالمبادرة الخارجية واتفاق الرياض والمشاورات اليمنية. وتعهد العليمي في كلمة له بالعمل على إنهاء الحرب وإحلال السلام الشامل والعاجل وتحقيق مطالب اليمنيين دون استثناء أو تمييز. إن مجلس القيادة الرئاسي سوف يقف سدا منيعا لمواجهة الإرهاب بكافة أشكاله، كما سيعمل على مكافحة النزعات الطائفية الدخيلة على مجتمعنا اليمني والتي تفتك بنا وتفرق جمعنا، والعدالة للجميع في دولة النظام والقانون، دولة مدنية حديثة تحافظ على حقوق اليمنيين الأساسية في الحرية والكرامة وتحسين المعيشة لكل أفراد المجتمع. رحب الاتحاد الأوروبي بقرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بنقل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسية. من جانبه رحب المنسق الأممي لشؤون الإنسانية في اليمن هانس جرودنبرغ بالهدنة، داعيا الجميع إلى التمسك بها. كما أشار الممثل الأممي إلى التأثير الإيجابي للهدنة على الوضع الإنساني. تواصلت عملية توزيع صناديق الحماية الاجتماعية بمحافظة الجيزة ضمن مبادرة وصل الخير للمستحقين ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. ويقوم أعضاء مؤسسة حياة كريمة والمتطوعون بالتوزيع على كافة القرى والمدن والأحياء بالتوازي في جميع أرجاء المحافظة.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن فرض الحجر الزراعي المصري رسوما جبرية على صادرات الفراولة المجمدة المصرية بالمخالفة للقانون. وأوضح المركز الإعلامي أن مصر تحتل المركز الأول عالميا في تصدير الفراولة المجمدة، حيث بلغت قيمة صادرات الفراولة المجمدة نحو 244 مليون دولار في عام 2021 مقارنة بنحو 153 مليون دولار في عام 2020، وذلك بزيادة بلغت 91 مليون دولار. أعلنت وزارة الصحة إجراء الفحص السمعي على 2,854,764 طفلا، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن ضعاف السمع وحديثي الولادة منذ انطلاق المبادرة وحتى اليوم. وتم تحويل 16,758 طفلا بعد الاختبار الثاني إلى المستشفيات والمراكز بكافة محافظات الجمهورية. أقام الجامع الأزهر احتفالية كبرى بمناسبة مرور 1082 عاما على تأسيسه، مر خلالها بالعديد من مراحل التجديد والتحديث. وحضر الاحتفالية فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف وكوكبة من كبار علماء وقيادات الأزهر الشريف. في أجواء روحانية وإيمانية عطرة، نظم الأزهر الشريف احتفالية كبرى بمناسبة مرور 1082 عاما هجريا على تأسيس الجامع الأزهر، وهي الذكرى التي توافق السابع من شهر رمضان المبارك من كل عام. شارك في الاحتفالية كوكبة من كبار علماء وقيادات الأزهر الشريف. إن احتفالنا اليوم بمرور 1082 عاما على افتتاح الجامع الأزهر خير مناسبة للحديث عن تاريخ الأزهر ومكانته، باعتباره مؤسسة وطنية ترسخ وجودها في وجدان الأمة، وتأكدت بصماتها في جبين الزمان. ويعد الأزهر الشريف بهذا الاعتبار جزءاً مهماً من تاريخ وطننا وأمتنا. تضمنت الاحتفالية مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات على مدار اليوم، استهدفت التعريف بتاريخ الجامع الأزهر وهيئاته العلمية والتعليمية المختلفة وأبرز شيوخه وعلمائه، مع تقديم فقرات إنشاد وابتهالات دينية. فإنه من يمن الطالع أن يأتي الاحتفال بهذه المدرسة العلمية وهذه المؤسسة الدعوية في هذا الشهر الفضيل، أعاده الله تعالى علينا وعليكم وعلى الجميع باليمن والخير والبركات. والمتأمل في تاريخ هذا الشهر ينظر إليه على أنه نافذة من نوافذ التغيير والإصلاح، ذلك أننا إذا ما نظرنا عبر التاريخ الطويل نقف أن فتح مكة كان في رمضان، وأن غزوة بدر كانت في رمضان، وأن العاشرة من رمضان المجيد كان أيضا في رمضان، وقبل ذلك كان القرآن الكريم الذي خص بالنزول في شهر رمضان. قصة بناء الأزهر الشريف تعود إلى أكثر من 1000 عام، ومر خلالها بمراحل كثيرة عبر العصور من التجديد والتحديث، إلى أن قرر المجلس الأعلى للأزهر في سنة 2018 باعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر في السابع من رمضان من عام 361 هجرية يوما سنويا للاحتفال بذكرى تأسيسه كل عام. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وحار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على معظم الأنحاء،
ومعتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد. وهذه مشاهدينا درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات وعدد من العواصم العربية والعالمية. وصلنا إلى ختام نشرة الأخبار وإليكم أهم ما جاء فيها. الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى. الكريملين ينفي تورط روسيا في هجوم على السكك الحديدية في كراماتورسك الأوكرانية. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يتعهد بإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن. انتهت نشرتنا لكن التاسعة ما زالت مستمرة مع الزميلة دينا عبد الكريم. كل سنة وانتم طيبين. وانت بألف خير ياسر، ومساء الخير عليكم ياسر وإيمان، وبشكركم جدا وكل فريق نشرة التاسعة. شكرا لك يا دينا. شكرا لكم وشكرا وكمان هنبدا مع حضراتكم حالا النهارده تاني حلقه والحلقه الاولى في الجمعه في رمضان من التاسعه، نبداها مع حضراتكم حالا.